وعنايتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه الليله من برنامج تحت الضوء التي تاتيكم بعد هذه النشره تتناول الاستراتيجيات الوطنيه للتشغيل. افتتحت الوزيره المنتدبه لدى وزير الشؤون الخارجيه والتعاون المكلفه بالشؤون المغاربيه والافريقيه وبالموريتانيين في الخارج صباح اليوم بجزر الكناريه الملتقى الدولي المنظم من طرف مؤسسه بيت افريقيا، ويسعى هذا الملتقى الى تطوير علاقات التعاون بين بلادنا وجزر الكناري. احتضنت مدينة لاس بالماس عاصمة جزر الكناري أشغال الملتقى الدولي المنظم من طرف مؤسسة بيت إفريقيا تحت عنوان الدور الاستراتيجي لجزر الكناري في العلاقات بين إسبانيا وموريتانيا، وذلك بإشراف الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، وبحضور كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية الإسباني والمدير العام لمؤسسة بيت إفريقيا ورئيس حكومة جزر الكناري، إضافة إلى السفير الإسباني في بلادنا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط. وأكدت الوزيرة أن انعقاد هذا الملتقى في هذا المكان يمثل أمرا بالغ الرمزية والدلالة على الاهتمام الذي تليه المملكة الإسبانية لتطوير تعاونها المثمر مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال التركيز على الدور الاستراتيجي لجزر الكناري الذي يشكل إشارة صريحة إلى أهمية الجوار في العلاقات الموريتانية الإسبانية. كما وجهت الوزيرة الدعوة بشكل خاص إلى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان باعتبار أن لهم الأفضلية بحكم الجوار بين موريتانيا وجزر الكناري لكي يستثمروا ضمن شراكة رابحة للطرفين الموريتاني والإسباني للاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها في اتفاق الحماية المتبادلة للاستثمارات الذي تم إقراره مؤخرا بين البلدين الصديقين. وسيناقش المشاركون خلال الجلسات المختصة مواضيع تتعلق بالضمانات التي يمكن أن تقدم موريتانيا للمستثمرين الإسبان، وكذلك المحفزات التي تقدمها المنطقة الحرة في نواذبو، والتعريف بالهيئات والمؤسسات المختصة وطرق استفادة الموريتانيين من التسهيلات واستفادة الجالية الموريتانية من المزايا والمحفزات التي تتمتع بها الجاليات المقيمة في جزر الكناري. ونعود إلى بلادنا وبالتحديد ولاية غورغال، حيث